أحسن الله إليكم. يقول السائل: لدينا أرض اشتريناها بالتقسيط، وكان غالب النية هي السكن بعد بنايتها، ولكن لغلبة الدين بعناها، فهل عليها زكاة؟ إذا كان مر عليها سنة وهي معروضة للبيع عليها زكاة، أما إذا كان ما مر عليها سنة بعتوها فلا زكاة فيها، لكن قيمتها إذا بقيت عندكم قيمتها سنة تزكى. نعم.